الموضوع ديال الزيارة الملكية إلى مدينة الدار البيضاء، وما أجمل أن نتحدث في هذا الموضوع نظرا للأشغال اللي كنشوفوها قائمة على قدم وساق. علاش؟ لأن ملك البلاد إن شاء الله في هذه الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله في زيارة إلى مدينة الدار البيضاء. كنتمنى أن تكثر الزيارات ديال ملك البلاد حفظه الله لمدينة الدار البيضاء، لأنه ربما على ما يبدو أن هاد المسؤولين ما كيخدموا حتى كتكثر الزيارات. كاينه اشغال، كاينه اوراش، ولكن جلها كانت يعني غدا بواحد الريتم اللي عانوا منه بزاف ساكنه الدار البيضاء، عانوا بواحد الشكل كبير من يعني التاخر ديال هذيك الاشغال، في الحين اللي ولينا كنشوفوا ان الاشغال يعني ولات يعني غاده بسرعه. كذلك بغينا نهضروا على واحد النقطه اللي يعني شافوها المغاربه بزاف، وهي ديال الافارقه اللي اختفوا بسبب الزيارة الملكية في الوقت اللي يعني الساكنة ديال هذيك المنطقة كانوا كيغوتوا بزاف وعيهم يتشكاو وعيهم يتكلموا، وللأسف الشديد ما تبدل حتى شي مجهود مع الزيارة الملكية. يعني ما بقيناش كنشوفوا ولو إفريقي واحد في هذيك المنطقة. فكنتمناو أن الزيارات الملكية تكون بزاف، لأن المسؤولين عندنا حنا ما كيخدموا حتى كتكون الزيارات ديال الملك. للاسف الوتيره ديال الاشغال غادا تنقص، هذا الشيء ولفناه يعني باش غادا ترجع كيف كانت، لا ولكن الوتيره ديال الاشغال غادا تنقص. راه المشكل ديالنا حنا في هذه البلاد هو ان المسؤولين ديالنا للاسف الشديد ما كيخدموا الا مع الزيارات ملي كيكون شي ضغط. اما بلا الضغوطات راه ما كيخدموش نهائيا. راه المعاناه ديال الكازاوين في هذه المدينه هذه راه كانت كبيره بزاف بسبب التاخر ديال الانجاز ديال بزاف ديال الاشغال في الوقت اللي ولينا كنشوفهم دابا خدامين بالليل وبالنهار. مسؤولين ديال الدار البيضاء كنقولوا لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى في المسؤوليه التي القيت على العاتق ديالكم، وحاولوا تخدموا بكل روح وبكل مواطنه من اجل ان هذه البلاد تزيد القدام، لاننا ما بقيناش باغيين نشوفوا ناس ما كتخدم الا تحت الضغط أو بسبب الزيارات الملكية.